اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. معلش يا جماعة، انا بتأسف لكم جدا ان انا اتأخرت قوي عليكم في الفيديو ده، لاني المفروض ان انا كنت كل شهر يوم 11 او 12 حسب ما بتنزل لي الارباح كنت بوريلكم الارباح على طول في وقتها. الشهر ده الارباح نزلت لي من يوم 11، وانا لغاية دلوقتي ما كنتش عملت الفيديو. بتأسف لكم، يعني انا اتأخرت اسبوع كامل، معلش. بس كل ده بسبب تراكم الفيديوهات عليا يعني وكده. بتأسف لكم جدا 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 عن الموضوع ده يا جماعة. بالمناسبة انا لسه راجع من الجيم حالا، بقيت بحب اروح الجيم يعني في فترة الطراوة كده بالليل، بيبقى احسن. بحاول مثلا انام الظهر شوية بحيث افوق كده وانعنش كده، وبعدين ايه اقوم اروح الجيم، بقى جو طراوة وحاجة حلوة كده. ايه ده، ايه التفاصيل اللي انا عمال اقولها دي؟ يعني انتوا مالكوا اصلا في الكلام ده؟ يعني انتوا ما يهمكوش الكلام ده كله؟ مش عارف، واضح ان خالد حسام اللي هو بتاع وضعنا شو، واضح ان عنده حق ان انا بقعد ادخلكوا في تفاصيل انتوا مالكوش دعوة بيها وما تهمكوش. معلش معلش، انا اسف، انا اسف جدا يا جماعه. معلش، نخش بقى في الموضوع بتاعنا. يا ترى انا كسبت كام الشهر دوت؟ تعالوا نخش على جوجل ادسنس ونشوف. اول حاجه بس يا جماعه، حابب اقول لكم ان انا زعلان قوي ان جوجل ادسنس بقى ما بيجيبلكش تقارير الارباح اليوميه. بصراحه دي اكتر حاجه مزعلاني، اللي هو ان كان في قبل كده عن طريق التقارير الشائعه المنتجات مضيف ادسنس للمحتوى كنا بنعمل الحركه دي، بنجيب منها الارباح اليوميه، يعني تقدر تعرف ارباحك لغايه اللحظه اللي انت فيها دلوقتي، لان الدفعات اللي بتبقى مكتوبه في ادسنس بتبقى دفعات متاخره. يعني مثلا الارباح اللي انا هوريها لكم دلوقتي هي مش اخر رقم انا كسبانه لغايه دلوقتي، لا، الارباح دي بتبقى لغايه من شهر فات او شهر شويه، انت فاهمين قصدي؟ فواضح ان بقى الحكايه دي لها علاقه بالرساله اللي كانت بتيجي ان ادسنس هيتوقف عن عرض الارباح، وتقدر تعرفها من اليوتيوب اناليتكس. المهم يا جماعه، نخش بقى في المفيد. انا كسبت كام الشهر ده؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه، $118.81. طبعا في ناس هتقول لي طب انت ليه فادي قلت كده، ده انت الشهر اللي فات كنت كسبان $148.32، حتى الرقم تحتها اهو. السؤال بقى هنا، هل انا فعلا قلت ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو الجاي.